انا عايز اقول لك حاجه على ليفربول كمان ان 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 الاضافتين اللي عملهم السنه دي ابراهيم كوناتي المدافع اللي بدا يخش واحده واحده في غياب ماتيب وفي ماتشات معانا بيختاروا في الانتر لعب مدافع قوي جدا لعب ماتش الانتر ده كان من احسن اللاعبين في مباراه الانتر جدا ماتش حلو كان حلو قوي ولويس دياز الراجل اللي هو جابه في انتقالات يعني رهيب رائع رهيب صفقه رائعه رهيب يعني ازاي بقى بيختار ما هو ده اللي كنت لسه اقول لك عليه يا كريم العين بتاعته وان هو يورجن كلوب واكيد فريق التحليل والسكاوتنج بتاع ليفربول بيقعد قد ايه يشوف اللعيب ويتابعه ويبقى عارف يعني احنا مثلا بتقعد تقول ايه ليفربول محتاج لعيب ما تجيب ده فلان متاح ده فلان كذا لا وكله بيتخانق على مبابي وكله بيتخانق على هالاند وكله بيتخانق على محمد صلاح انها واحد ثانيه طبعا وانت شغال في حته ثانيه خالص هو شغال في حته ثانيه هو كان حتى هيخلص اعتقد كارفاليو اللعيب اللي بيلعب في الدرجه الثانيه مع فولهام وما خلصش في اخر حاجه في الانترناشنال بريك في السوري في الميركاتو ده اعتقد هيجي في الصيف لعيبه انت بتقول يعني مين اللي هيعمل الاضافه زي ما الناس بتتكلم في مبابي وهالاند لا بيجيب لعيب بيتحط بيشتغل هو لما خد حاجه ثانيه خالص لما خد محمد صلاح من اس روما ب 40 مليون يورو وقتها اتقال له الراجل رقم كبير لا وما نجحش في البريمير ليج مش عارف يلعب في البريمير ليج انت جبته ليه بالرقم ده واصل الرقم كان قليل جدا يعني بس انت جبته ليه اصلا ده مش هيعمل اي حاجه واول سنه بياخد هداف بريمير ليج يعني صح هو كمان يا كريم في حاجه في ليفربول هو ليفربول نادي داتا دريفن يعني مفيش حاجه بتتم في النادي ده غير عن طريق الداتا عن طريق الاحصائيات عن طريق الاستاتستكس الاستاتستكس دي يا كريم بتبقى فرق من المهندسين والسوفت وير اللي بتقيس قياسات معينه في الكوره حاجه زي الاكسبكتد جولز الاكسبكتد اسيست الاكسبكتد حتى ثريت اللي هو الاكس تي اللي هي لسه يعني تم اكتشافها حديثا يعني او تم اخترع لها موديل جديد الاكسبكتد ثريت دي عباره عن انت من كل مربع الباس بتاعتك لما بتطلع التوتال بتاعها في الاخر هي بيأثر ازاي ان الكره دي تدخل جون او يبقى ليها تاثير يعني مش بس بتجيب جون ولا بتعمل اسيست طب ما تيجو الكانتارا على سبيل المثال اسلام كان كل الناس وهو جاي من بايرن ميونخ يقول لك طب ما ده في بايرن ميونخ ما بيلعبش اصل ده اسيستاته قد ايه طب حاول تجيب مثلا لعيب زي مودريتش حاول تجيب لعيب مثلا ببروفايل دي بروينا هو اختار تيجو الكانتارا لو تبص مثلا على ارقام تيجو الكانتارا تلاقيه ارقامه قليله لكن تبص على الباترن بتاعه في اللعب او قد ايه هو بيفيد الفريق في النواحي الدفاعيه في النواحي الهجوميه طريقه استخلاصه للكره وطريقه خروج الكره من رجله في المكان مش شرط يكون هو ده الاسيست ممكن يكون ده البري اسيست هو ده اللي يرجعني لنقطه ان النادي ده مش بيقوم باي حاجه عن طريق العين بس طبعا العين بتبقى مهمه وموافقه يورجن كلوب مهمه لكن في داتا بسكاوتنج تيم كبير جدا مش بس الارقام هي كمان عن طريق الاكسبكتد ثريت والاكسبكتد اسيست يعني في تكنولوجيا يعني رهيبه بتحصل طيب قبل ما اقفل الليفر انه السنوات اللي فاتت لما كان يصاب فان دايك الليفر بيتاثر لما كان يبتعد اليسون الليفر بيتاثر لو صلاح او ساديو ماني او فيرمينيو بعد الليفر بيتاثر طبعا. السنه دي الامور دي اتحلت بشكل كبير طبعا. بص خلينا نقول ان الفتره اللي انت الحته اللي كانت عليها ماني وصلاح وهما في كاس الامم الافريقيه انا كنت متوقع ان ليفربول هيتكعبل ومش هيقدر يكمل بالعكس يورجن كلوب قدر يدير الموضوع ده كويس جدا شفنا لعيبه بتخش يعني بعد في الفتره دي تشامبرلين مثلا عمل دور كبير جدا فخلص ماتشات كتير الراجل كان محضر مينامينو فمحضر كويس قوي طبعا كان هو جوتا كان القائد يعني كان اون فاير في الحته دي طبعًا. يعني خلي بالك فهو كان محضر حاجات معينه وسيناريوهات لغياب صلاح وماني والاثنين غابوا لاخر ماتش في البطوله قعدوا يعني اطول مده ولكن هيفضل اليسون فان دايك محمد صلاح بالنسبه لي يعني طبعا مع احترامي لماني بس هم العمود الفقري بتاع الفريق هم الثلاثه تحس ممكن تحط واحد رابع انا بحس انا ممكن لو ليفر ده غاب عنه بيتاثر جدا فابينيو طبعا يعني ده الرابع بتاعه طبعا انا كنت عايز اقول لك ان انا بحس ان هندرسون واحد من اهم اللعيبه يعني انا دايما بحس ان هندرسون ده وجوده في الملعب بيطمن لعيبه ليفربول وبيطمن الجمهور ليه ادوار رهيبه بصراحه لكن طبعا مع ارنولد كمان وروبرتسون بس الثلاثه او الاربعه دول لا يعني تحس ان فان دايك مش موجود الفريق نفسه الثقه يا كريم يعني انا بحس ان هو بيثق في صلاح جدا بيثق في فان دايك جدا يعني حتى بعد ما صلاح ما رجع من كاس الامم طريقه استقبال فان دايك ليه لما قال عليه المين مان رجع يعني فان دايك ده بيتكلم احسن لعيب احسن مدافع في العالم بيتكلم عن صلاح ازاي هم مقدرين هو شاف الفيديو اللي هو اللي كان دخل عند الكاميرا كده وقال لهم هيز باك خلاص المين مان هيز باك فهو بيتعاملوا مع صلاح ان هو الراجل الاول في المنظومه بتاعه فريق ليفربول فبالتالي حل جزء كبير منها لكن طبعا في لعيبه اساطير ما بتتعوضش بالسهل لكن زي ما انت قلت هو حل جزء كبير جدا